سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإقليمية في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني في جبهة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وقال العميد جهاد الدقيمي قائد اللواء التاسع مشاة في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من منطقة بير المرازيق وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح وأجبروا من تبقى منهم على الفرار.